الباقي المهنة تقريبا صار لي تقريبا سنة بعد ما كنت عايش بتركيا 4 سنوات. اشتغلت هاي المهنة بتركيا ولا هنا اشتغلت؟ لا حبيتها بتركيا نفذتها هنا. زين منو علمك عليها؟ أكلة الميديا، أكلة الميديا سهلة يعني ما رد لها إنه خبرة، بس أكلة الميديا أكلة مميزة طبعا، وبشوارع تركيا بكل فرع بكل مكان موجودة. أكو حد شجعك تفتح هذا المشروع؟ والله أكثر يعني طبعا من أهلي ومن أصدقائي. لأن أكلة غريبة يعني تخاف إنه تفتحها وتخاف إنه تردد بها. شنو هي الخدمات والأكلات المقدمة للزبائن؟ عندي محار وورق عنب شيء مميز، تشي كفتة، وموجود الذرة المشوية والكستنة. من هذا البحار شو تقدم معه يعني اليوم الحاضر؟ هو المحار عملنا عينه شعار الخاص منه، هو تبدأ القصة بعصرة ليمون، لأن المحار هو أصليته يعني بالليمون، ما ينكل بدون ليمون. زين الاقبال عليك شلون؟ بالبدايه طبعا كان ضعيف، ناس تخوف من عنده، ناس ما تحب الاكله، ناس ما تعرف شنو هي الاسعار. تشوف الاسعار القطعه 500 دينار ارخص ما يبيعوها بكل مكان، لين الموصل احنا لازم يعني الاسعار تنخفض اكثر واكثر. زين ما عندنا ورق العنب؟ الورق عنب عندي الماعون يصير ب 1500، يتكون من 5 قطع ليمون، دبس رمان وتفاصيل كثيره. الساعه كم تفتح؟ تفتيح لنا تكون من 3:30 4 العصر، نبقى للوحدة 1:30 بالليل. تقبل عليك بالصيف اكثر ولا بالشتاء؟ هو الحركة ضعيفة دائما بالشتاء تكون، احنا الحركة تصير بالصيف اكثر يعني. طبعا اول ما فتح انا جيت اكل، لان انا من رواد هاي الاكلة، كنت عايش بتركيا 3 سنوات، فدائما كنا ناكل هاي الاكله بتركيا. هي هاي الميديا، هي معروفه بتركيا، هي ميديا جدا طيبه ومفيده للانسان يعني. هاي من ايش تتكون هاي؟ يعني هي هاي تم المطبوخ، وهاي هي تجي جاهزه، هي بهاراتها محار كامل. الاسعار مالها شلون؟ هنا ب 500 دينار. زين شلون اشوف النظافه؟ لا ما شاء الله رقم واحد يعني، درجه اولى والله. صراحه اكله طيبه هي تركيا، بس بعدها ما مطروقه بالموصل. اول مره تاكل من هاي الاكله؟ لا طبعا انا هم عايش بتركيا كنت واكلها حيل. ايش تختلف عن تركيا؟ نفس الطعم، هي اصلا من تركيا هاي يجيبها الرجل، يعني انا بالصدفه تعرفت عليه وعجيبها من تركيا يوم بيوم. الاسعار ماله شلون؟ زينه على 500 دينار القطعه. نعم قطعه على 500 دينار، وعنده بعد غير شيء بس ما موجود اللي هي تجي كفته، هم كلش طيبه و اسعارها حلوه، تنباع لفات وتنباع عاديه. مناسبه هي اصلا انسب من تركيا حاليا، اذا تجي مقياس بتركيا، بتركيا اغلى من 10 ليرات الى 15 ليره تقريبا صارت القطعه.